السلام عليكم، سنة أولى. أنا زميلكم هاجر هشام. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن هنعمل ريفيجن سريع لمحاضرة البرونكيال أزمة والبرونكيكتيزيس، بحيث اللي ما شافش الفيديو يقدر يشوف المراجعة. أول حاجة البرونكيال أزمة، احنا عارفين برونكيال أزمة الشخص اللي عنده أزمة دون بيبقى شخص مثلا شرب حاجة معينة، كل حاجة معينة، شم حاجة معينة، بدأت الأنتيجين بتاعها إن هو يسبب له حاسس إن هو عنده ديزنيا ونهجان، تمام، ومش قادر ياخد نفسه، فبدأ فراح للدكتور. الدكتور قال له انت عندك أزمة. يعني ايه أزمة؟ اول حاجة أزمة ده عبارة عن ايه، ان البرونكاي بتاعته بتبقى حساسة جدا للانتيجين دون، فتبدأ ان هي تعمل ايه، تبدأ ان هي تعمل كونتراكشن عشان تمنع الانتيجين ان هو يوصل لها. فبدام عملت كونتراكشن هتبدأ ان هي تضيق البرونكاي اللي هو بيدخل له منها الهواء، فيبدأ ان الشخص ده يحس بديزنيا، والديزنيا دي بيقولك ان هي بتزيد اكتر مع الاكسبيريشن. طب اشمعنى؟ عشان في الاكسبيريشن انا بعمل البرونكاي بيحصل لها فازوكونستريكشن اكتر على الفازوكونستريكشن اللي عندها، فيبدأ ان هو يحس بالديزنيا بتزيد عنده، تمام. طب ايه انواع الازمه؟ عندنا ازمه في الازمه في كذا نوع ليها، في اتوبيك، نون اتوبيك، دراج انديوس ازمه، واوكيوبيشنال ازمه. اول حاجه الاتوبيك او الاكسترينسنج ازمه، نعرف فيها كلمتين مهمين قوي. اول حاجه ان هي الموست كومن تايب، وبيتقال عليها اكسترينسنج ليه، لان هي بتبقى نتيجه انتيجين جاي من بره، زي الدس، زي البولين، زي الانيمال ديندرز. يعني مثلا واحد مربي حاجه الفرو بتاعه وفي انتيجين ادى ان هو يسبب له ازمه. الفود البرونكاي بتاعته بتبقى حساسة، وعندنا في الاكسترينسنج دون بيبقى ليها علاقة اكتر بالجينيتك، فالبرونكاي بس مش هي اللي بتبقى حساسة، ممكن جسمه كله يبقى فيه ارتكاريا، ممكن النوز بتاعته يبقى فيها الرجي، يبقى عنده الرجي كراينيتس، يبقى عندنا بتبقى الحساسية دي في كذا مكان. تاني كلمة مهمة في الاكسترينسنج ان هي بتبقى عبارة عن هايبر سنسيتيفتي رياكشن تايب 1، اللي هو عبارة عن ايه، عندنا في جسمنا المصل، المصل لما يجي يقف عليها الاي جي اي، تمام، الاي جي اي لما يمسك في الانتيجين اللي هو بتاع الحاجات اللي فوق اللي احنا لسه قلنا عليها زي الدست البولينز وكده، بتبدا ان هي تعمل ايه، يتفاعلوا مع بعض وتقوم جايه مفرقعه المصل، تطلع منها كيميكال ميديتور زي الهيستامين واللوكوتراين. دول بيبداوا يعملوا ايه، يبداوا يروحوا على البرونكاي ويعملوا له كونتراكشن للسموث ماسلز فيها، فيعمل برونكو اللي هو كونستريكشن. ومش كده وبس، بعدها بشويه يبدا ان هم يندهوا للانفلاماتوري سيل ويعملوا انفلاميشن ويحصل ميوكس ويحصل اديما، فتبدا ان هي تضايق البرونكاي اكتر. ده بالنسبه لاول نوع اللي هو الاكسترينسنج. تاني نوع اللي هو الانترينسنج، ده ملهوش علاقه خالص بالالرجي، ملهوش علاقه بالاي جي اي، ملهوش علاقه بالجينيتك، هي حاجه واحده بس، ان الميكوزه بتاعه الريسبيريشن بيبقى فيها ريسبتور للفيجاس، فلما يحصل اي حاجه تشغل السمباثيك زي الاسترس، زي هنا امثله ليها كانت الفيرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي الرينو فيروس والبارا فيروس، فيبدا ان الفيجل يحصل له ستيميليشن، فيقوم جاي عامل فازو كونستريكشن او برونكو كونستريكشن للبرونكاي، تمام كده، فتبدا ان هي تعمل الازمه. ده تاني نوع. تالت نوع هو عباره عن اسبرين انديوست ازمه. الاسبرين انديوست ازمه ده اللي بيحصل فيه ايه، عندنا هو دراج انديوس، مثال ليها الاسبرين. ايه اللي بيحصل في الاسبرين؟ عندنا هنا الاسبرين الاراكيدونيك اسيد اللي هو هنا دون، الميتابوليزم بتاعه بيمشي في اتجاهين، يا اما يديني حاجه اسمها كوكس اللي هو عباره عن سايكل اوكسجينيز اللي هيديني بروستاجلاندين، او يمشي في طريق اللايبو اوكسجينيز اللي هيديني لوكوتراين، تمام كده. طب لو انا جيت شخص عنده مثلا انفلاميشن مفاصله بتوجعه، فانا اديته اسبرين عشان اوقف الانفلاميشن، اوقف البروستاجلاندين، كده الجسم الميتابوليك بتاع الاراكيتونيك اسيد هيمشي في اتجاه واحد اللي هو عباره عن ايه، ان هو هيروح في اتجاه اللايبو اوكسجينيز، فيعمل لي ايه، هيعمل لي لوكوتراين اللي هو هينديوس الازمه، تمام كده. ده بالنسبه لايه، بالنسبه للدراج انديوس ازمه. بالنسبه للاوكيوبيشنال ازمه، الاكيوبيشنال ازمه اللي بيحصل، بالنسبه للاكيوبيشنال ازمه اللي بيبدا يظهر فيها ان هو الشخص دون بيتعرض في الشغل بتاعه ليه اللي هو دست، سواء الدست دون دست او جازز، طول ما هو موجود في الشغل هيتعرض لها، هتنديوس ازمه عنده وعنده حساسيه ليها، تمام. طب لو وقف عن الشغل بتاعه الازمه دي هتروح، فبيتقال عليها اكيوبيشنال ازمه. طب الباثوجينيسيس بتاعه
بتاعه الازمه. قال لك الباثوجينيس في الكتاب مكتوب 3 حاجات مش عارفين اللي هو unknown، تاني حاجه ده ممكن يبقى هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، تالت حاجه ان هو يقول لك دايركت اللي هو البرونكو دايليترز او الكيميكال ميديترز اللي بتطلع بتشتغل دايركت، تمام كده. دي التلاتة بروجنوز، التلاتة باثوجينس اللي بتحصل. يبدأ ان هو يحصل ايه، في حاجة واحدة هتضيق اللي هي عبارة عن اليومن، والباقي كله هيكبر. يبقى الميكوزا والماسكلوزا والادفنتيشيا دول كلهم هيكبروا، تمام، واليومن بس هو اللي هيصغر. شايفين هي المفروض كانت كده بقت كده، تمام. الميكوزا والمسل ده كله حصل هايبرتروفي وجه على حساب اليومن فضيق، ده الباثوجينس. طب الجروس بيكتشر بتاعته قالك ان هو عباره عن اوفر ديستندد لونج، هيبقى فيه اوفر ديستندد لونج بالشكل دون نتيجه ايه، نتيجه ثانيه، نتيجه ان حصل بروليفريشن. عندنا ايه، ادي مثلا البرونكاي، عندنا هي برونكاي، ادي الالفولاي، البرونكيولز، الالفولاي، الالفولاي فيها هواء، تمام. هنا كده حصل الانفلاميشن اللي بدأ يسد البرونكوي، وهي كمان المسلز بتاعتها وبدأت ان هي تضيق اكتر، تمام. فالهواء هنا بيبدأ يزيد، يجي يخرج مش عارف يخرج، لان احنا قلنا في الاكسبيريشن بتبدأ ان هو يحصل السبازم دون اكتر، او البرونكو كونستريكشن ده بيحصل اكتر، تمام. فيبدأ ان هو مش عارف يخرج الهواء، فمرة على مرة تبدأ ان الهواء في الالفولاي يزيد، فيبدأ ان هو يعمل هايبر اللي هو انفلتريشن، يبدأ اللونج تتخن كده بالشكل ده، تمام. ولو زاد اكتر هيبدأ ان هو يعمل ايه، هيكبر الالفولاي اكتر لحد ما تفرقع، يبقى الفولاي تفرقع والفولاي كمان تفرقع، تقوم جاية عاملة لي الفولاي كبيرة قوي، دي اتقال عليها ايه اللي هو الانفيزيما، تمام كده. هي بعدنا هتعمل ايه، هتعمل اوفر ديستندد لونج اللي هو بالشكل ده من الصورة دي، تمام، هايبر انفليشن. ايه تاني عندنا، البرونكاي هنا الطبيعي ان هي تبقى واسعه، هنا بقى ضيقت ازاي، اليومن بتاعها ضيق ازاي، ده بالنسبه للجروس بيكتشر. الميكروسكوبيك بيكتشر قلنا ان اليومن هو اللي هيضيق والباقي كله هيكبر، فاليومن هيضيق وهيبقى فيه السبيوتم، لو جينا شفنا السبيوتم هنلاقي فيه حاجه اسمها اللي هو كروشمان سبايرلز. كروشمان سبايرلز دي بتبقى حاجه سبيسيفيك قوي، بنبقى نلاقيها في السبيوتم، بتبقى عباره عن ابيثيليا اللي هو شديد ابيثيليوم، وبيبقى عباره عن ايزينوفيليا، تمام، هي بتبقى بالشكل ده، وبتبقى اسمها سبايرلز اللي بتيجي عند البرونكيولز في الاخر خالص، والسبيوتم ده بياخد الشكل، بتاخد الشكل بتاعت البرونكيولز، فبتبقى الشكل اللي هو السبايرل دون. الميكوزا هيحصل فيها سيكنينج، الصب ميكوزا هتبقى انفلتريتد بالانفلاماتوري سيل، المسلز اللي هيحصل فيها هايبرتروفي، ادي بالشكل دون. عندنا ده النورمال، تمام، ده الابنورمال. عندنا هنا المصل زادت ازاي، حصل فيها هايبرتروفي ازاي، هنا مفيش اي حاجه، هنا اليومن واسع ازاي، اما هنا ده الابنورمال اضيق، تمام. هنا شايفين البيض ده كله ده الهواء، اما هنا ده عباره عن انفلاماتوري سيل ده كله. الدياجنوزس عندنا بالبريفرال بلوت هلاقي ايزينوفيل كاونت عالي، تمام. طب ايه تاني السبيسيفيك اكتر، ان انا اخد منه سبيوتم الاقي اللي هو الكروشمان سبايرلز دي، والايزينوفيليا هتبقى عاليه. الكومبليكيشن، احنا عندنا دلوقتي مكان ضيق وفي الميوكس او الانفلاماتوري سيل جت عليه مثلا انفكشن بكتيريا، هتبدا ان هي تعمل له ايه، انفلاميشن او انفكشن في البكتيريا، تبقى برونكايتس. البرونكايتس دي نتيجه الازمه فيتقال عليه ازماتيك برونكايتس. ايه تاني، الانفيزيما زي ما انا قلت، الانفلتريشن الهواء اللي بيملى اللونج دون يبدا ان هو يملى الالفولاي لحد ما يفرقعها فتعمل انفيزيما، يحصل هارت فيلير، يحصل حاجه اسمها ستاس ازماتيكس. اللي تعرف في الستاس ازماتيكس ان هي عباره عن سيفير فورم من الازمه وخلاص، تمام كده. ده اول حاجه بالنسبه لي البرونكيال ازمه. تاني حاجه هندخل فيها اسمها برونكيكتيزيس. البرونكيكتيزيس، تمام، دي عباره عن ايه، دي عباره عن حاجه عكس الازمه، دي بيبقى في دايليتيشن، يعني هي الازمه كانت حاجه كونستركشن، هنا بيبدا ان المسلز والالاستيك تيشو اللي كان حوالين البروكاي اللي كان عامل لها تون محدد وشكل محدد، لا ده بدا ان هو يحصل ديستركشن فيها في المسلز وفي الالاستيك لحد ما تبهوى كده، تبقى ايه، بدل ما هي بالشكل ده، لا ده بدا ان هو جزء منها يكبر بالشكل ده كده، تمام. دي عباره عن برونكيتيز. وطبعا المسلز والميوكس هنا في هنا هيطلع سيكريشنز، تمام. السيكريشن ده هيبدا ان هو يحصل له ستيزس هنا،
تمام، تيجي عليه بكتيريا تقوم جايه عامله انفكشن وتعملي ديستراكشن اكتر وتبوظ لي البرونكاي اكتر، تمام كده. فهو كاركترستيك باي بيرمننت دايليتيشن، بمعنى ان هو مش حاجه دايليتد وهترجع تاني، لا ده ايريفيرسيبل ديستراكشن، نتيجه ديستراكشن للمسل والالاستيك، وبيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه سبيوراتيف انفلاميشن. عندنا الايتيولوجي في هيريديتي، وعندنا الهيريديتي زي السيستيك فايبروزيس. السيستيك فايبروزيس دي بتبقى حاجه اللي هو بتبقى الفيزيت قوي، بتبقى لزجه قوي، السكريشن لزج قوي، بتبقى حاجه هيريديتي. برايمري سيليوري، الحاجه اللزجه دي هيحصل بقى بكتيريا، فالبكتيريا يعمل ديستراكشن للبرونكاي فتعمل برونكيكتيزيس. برضو البرايمري سيليوري السيليا مش بتتحرك، تمام، فتبدا ان هي دي برضو يحصل ستيزس للميوكس و السكريشن بتاعه البرونكاي، فيبدا يرجع لها اللي هو بكتيريا، البكتيريا تبدا تكسر في المسلز وفي الالاستيك تيشو فتعمل برونكيكتيزيس. كارتينر سيندروم، ده سيندروم بيبقى فيه كذا مرض منهم البرونكيكتيزيس. انفكشن بقى احنا عارفين بكتيريا فيرال فانجل، برونكيال اوبستراكشن هنتكلم عنها قدام ازاي بتعمل برونكيكتيزيس، وفي حاجات اذر تانية. في البرونكيكتيزيس نفتكر حاجه ان هو عباره عن دايما بيبقى حاجتين، فهنا عشان خاطر الباثوجينيسيس بتاعته بيبقى عباره عن حاجتين، بيبقى عباره عن برونكيال انفكشن وبرونكيال اوبستراكشن. الانفكشن ان بتيجي اللي هو انفكشن من بره، تبدا ان هي تروح على الابيثيليال تقوم جايه مكسره وتعمل ايه، تقوم جايه مكسره المسلز والالاستيك تيشو، وفي الاخر تعمل فايبروزيس عليه فتعمل ويكنس في المسل، تمام. وممكن تعمل سبريد لان هي عباره عن بكتيريا، بكتيريا هتروح لللونج تعمل ايه، نيمونيا، تمام كده. البرونكيال اوبستراكشن بتبقى عباره عن ايه، عندنا لو انا عندي اللونج اهي، تمام، ادي مثلا البرونكاي، البرونكاي دي اللونج، واللونج بيبقى حواليها النيمونيا البلوره، سوري، عندنا هنا اللونج، لو بدا حصل هنا في اوبستراكشن في البرونكاي بس كومبليت اوبستراكشن، هو مش هيسمح لاي حاجه، فالهواء اللي كان موجود جوه دون هيجي عليه الوقت وان هو يقل، الكابيلري هتاخده، تمام. فيبدا يحصل ايه في اللونج، اللونج هيحصل لها كولابس، هتبقى البرونكاي قصاد البلوره على طول، البرونكاي هتبقى قصاد البلوره، البلوره فيها نيجاتيف بريشر، بتبدا ان هي تعمل ايه، بتبدا ان هي تشفط البرونكاي، تقوم موسعه الايه البرونكاي، يحصل اللي هو البرونكيكتيزيس، تمام كده. ده الميكانيزم اللي الاوبستراكشن بيعمل فيه برونكيكتيزيس. ادي دي كانت النورمال اهي، تمام، ده النورمال، لا هنا بدا ان هو يحصل ايه البرونكيكتيزيس، بدات ان هي الجزء دون المسلز فيه بتتكسر والالاستيك، فتبدا ان هو تعمل البرونكيكتيزيس. بالنسبه للجروس بيكتشر بتاعته، عندنا هنا ادي الجزء دون هو اللي بيبقى فيه، اوضحه اكتر، الجزء اللي هو اللي تحت دون السايد بتاعها بتبقى زي ما احنا شايفين بتبقى في اللور لوب، وزي ما قلنا برونكيكتيزيس بتبقى حاجتين، فهي بتبقى بايلاترال، الشيب بتاعها بيبقى حاجتين، ساكولار او سيلندريكال. ساكولار دي بتبقى فيوزيفورم مسحوبه كده، سيلندريكال اللي هي انبوبه، تمام. هي دايليتد ازاي؟ حوالي 4 مرات اكتر من الطبيعي، تمام كده. الكات سيكشن هتبقى دايليتد، حاجه بص من جوه. البرونكيكتيزيس دي ادي ايه، ادي ايه، حاجه واسعه، تمام، وجات السكريشن وقفت فيها، تمام، زي الميه لما بنسيبها لفتره بتبدا ان هي تيجي عليها بكتيريا تتغير لونها، ريحتها تتغير، تمام. فهنا نفس الحكايه، هيبقى هتيجي البكتيريا عليها فتقدر ان هي تغير من الميوكس، تغير من السكريشن دون، تخليه عامل ازاي، بيبقى فيزيت، بيبقى فول سمينج، ريحته وحشه، ميوكو بيريلنت، ونتيجه الدستركشن لو الدستركشن كان جامد ممكن يبقى فيه بلاد، تمام كده. الميكوزا تبقى اتروفي. نيجي بقى في الميكروسكوبيك بيكتشر، هبدا ان اشوف ايه، هتبقى عباره عن ايه. اول حاجه هيحصل ديسكومينيشن، بيحصل تقشير للسكويمس، ادي الطبقات اهي مثلا بتاعه البرونكاي، تمام. الطبقه دي في الاول خالص بيحصل فيها ديسكومينيشن، بتبدا ان هي تتقشر، تمام. ننزل على اللي بعدها الكولومينر، تبدا ان احنا نكسر فيها، بس الكولومينر بتحاول ان هي تبقى قويه، فتبدا ان هي تتحول لنوع اسمه سكويمس يعني، فتعمل ميتابليزيا، تمام. تالت حاجه ان بعد الديستراكشن الجامد دون يوصل ليه، يخلص الكولومينر، يخلص المسلز، يقوم جاي مكسر البرونكاي والبرونكيوز ويعمل فايبروسيس في ده كله ويكون ابسس في الاخر. يبقى عندنا في الاول ديسكومينيشن، حاجه بتقشر وبعدين تعمل نيكروتايزنج زي دي كده، ادي النيكروتايزنج ازاي. عندنا بعد كده يبدا ان هو تكسر الكولومينر، يحاول ان هو يبقى قوي فيعمل سكويمس ميتابليزيا. بعد كده تحصل ديستراكشن للبرونكاي والبرونكيوز كلهم،
وادي الشكل بتاعها، عندنا فيه الكارتريج متكسر، عندنا مصلز متكسره، اللي في النص ده عباره عن ميوكس الاكسيوديت اللي بيحصل، الانفلاماتوري سيلز ده هنا كانت بيضه خالص، اليمه دي كلها لونها احمر ازاي. الكلينيكال بيكتشر بتاعه شخص عنده زي ده بيبقى طبعا البرقايه مليانه سكريشن، فالشخص ده بيبقى عنده كف بيقعد يكح ويطلع الاكسبكتوريشن اللي هو البلغم دون، تمام، بيبقى ريحته وحشه، عندنا نتيجه الدستراكشن ممكن يبقى فيه بلاد، عندنا بيبقى فيه ديزنيا أرسوبنيا أرسوبنيا ديزنيا نهجان أرسوبنيا، إن هو دايما بيحط مخدات تحت ظهره عشان مش عارف ينام إلا لما يحط المخدات دي، تمام، بيحصل الفينس ريتيرن بيزيد، فيبدأ إن هو يسبب له إن هو مش عارف ينام إلا لما يحط المخدات دي تحت ظهره، تمام كده. هيموبيسس بيكح دم. طب الكومبليكيشن ممكن تحصل، احنا قلنا ان ممكن يحصل ديستراكشن لدرجة ان هو يوصل لفايبروزس، الفايبروزس ده هيبدأ ان هو يزود البلمونري بريشر، فلما يزوده يبدأ ان هو يرجع الدم للهارت، ولما بيرجع بيرجع عن طريق الارتري فبيرجع للرايت سايد، ففي الرايت سايد يقوم جاي عامل له رايت سايد هارت فيلير، تمام كده. طب الدايركت سبريد، تمام، عن طريق هنا الهارت عن طريق البلمونري فين، تمام، وين جاي عامل رايت سايد هارت فيلير، بيتقال عليها كوربا المنال، ساعتها ممكن يصل دايركت سبريد تروح للبلورا امبايما، تروح للسوركس تعمل الهيمونيمو سوركس، ممكن تروح للهارت تعمل بريكاردايتس، بريكارديم اللي حوالين الهارت، تمام، ممكن توصل ان هي تعمل لونج ابسس زي ما احنا قلنا الفايبروسيس ممكن يؤدي للونج ابسس في الاخر، تعمل بلود سبريد ثرومبوفليبايتس، طبعا الالفولاي دي بيبقى حواليها اللي هو الفيزلز اللي بتعمل ايه، بتعمل اكستشينج للجازز فيه، فتبدا برضو ان هي ممكن توصل للفيزلز عن طريقها وتعمل ثرومبوفليبايتس. سكويمس سيل كارسينوما، احنا قلنا ان هو بعد الديسكوينيشن الكولامنر بيحاول يبقى قوي فيعمل سكويمس، السكويمس ممكن يقلب سكويمس سيل كارسينوما، ممكن يحصل هيموبيسيس واميلودوزيس. الاميلودوزيس ده بيبقى عباره عن سيستميك ديزيز، بيبقى فيه كذا سيبتومز، فاتيج، شورتنس اوف بريث، تمام، يعني بيبقى حاجه سيستميك. اتمنى تكون مراجعه يعني افادتكم، والحاجات المهمة أو اللي نركز عليها أو اللي ممكن تيجي عندنا بالنسبة للبرونكيا الأزمة، ناخد بالنا ان هو اربع انواع، وناخد بالنا من الاكسترنسج كلمتين فيه اللي هو الموست كومن والهايبر سنسيتيفيتي رياكشن تايب 1، ناخد بالنا ان الاسبرين ازاي بيعمل بيندوس الأزمة، بعد كده ناخد بالنا ان هو بيبقى هايبر انفليشن، والكروشمان اللي هو سبايرلز دي حاجة سبيسيفيك قوي بنلاقيها في السبيوتم بتاع الأزمة، وكل حاجه بتبقى ضيقه مع كل حاجه بيحصل لها هايبرتروفي وبتكبر الا اليومن طبعا على العكس هيضيق، تمام. نيجي بعد كده للبرونكيكتيزيس، دي حاجه دايليتيشن، الازمه كانت حاجه ضيقه قوي، لا دي دايليتيشن لدرجه ان حصل ستيزس، حصل بكتيريا الانفكشن عليها، تمام، بتبقى كلمتين على طول او حاجتين، فهنا هيبقى انفكشن ومعها اوبستراكشن، والاشكال بتاعتها بتبقى ساكولار وسيلندريكال وبتيجي بايلاترال الاثنين مع بعض. والكلينيكال بيكتشر ده شخص عنده بيكح دايما ومع اكسبكتوريشن، والكومبليكيشن قلناها. ثانك يو، رب تكونوا استفدتوا، بالتوفيق باذن الله.